السناجب عبارة عن قوارض صغيرة ذات ذيل كثيف، هم مواطنون في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. هناك أكثر من 135 نوع من السناجب، تتنوع الألوان بين البني الفاتح إلى الأسود. بعض الأنواع لها خطوط أو بقع تأكل السناجب أشياء متنوعة بما في ذلك المكسرات والبذور والفواكه والحشرات. يخزنون الطعام في ثقوب في الأرض أو في الأشجار ليأكلوا لاحقا. السناجب نشطة للغاية ويمكن أن تقفز حتى 10 أقدام بما يوازي 3 أمتار. هم أيضا متسلقون جيدون. من الأنواع المميزة للسناجب السنجاب الطائر وسنجاب بربري وسنجاب الأرض وسنجاب ذهبي وسنجاب الأفريقي وسنجاب أبيض وسنجاب الأرضي المخطط وسنجاب أحمر وسنجاب ياباني. يمتلك معظم أنواع السناجب أذانا صغيرة ولكنها مدببة مع مخالب صغيرة وحادة بما يمنحه النفوذ الذي يحتاجه لتسلق الأشجار بسرعة وبكل سهولة، ويبلغ طول أصغر سنجاب 10 سنتيمتر فقط.